من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة من الكتاب الكافي الشريف. أحاديث هذا الباب تدل على أن الإنسان مختار، ولكن بعد أن حباه الله سبحانه وتعالى بوسيلة الاختيار فخلقه مختارًا ورزقه العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب واختار للرسل أوصياء حتى يبلغوا أحكام الله سبحانه وتعالى فبعد ذلك الإنسان قد يهتدي وقد يضل إذا اهتدى بحسن عمله وحسن نيته وإذا ضل فبسوء عمله وسوء نيته. طبعا الله هو الذي يلقي الهداية لمن كان قابلا لها. يعني هو بحسن نيته وبحسن عمله يصير محل قابل للهداية فيلقي الله سبحانه وتعالى الهداية في قلبه. او هو بسوء عمله وسوء نيته يفقد القابليه للهدايه فيخذله الله سبحانه وتعالى يعني لا يلقي الهدايه في قلبه فهو يضل بسوء اختياره وسوء نهيته طبعا هنا ايات قرانيه هذه الايات بحاجه الى تفسير وبيان معناها مثلا قوله تعالى "وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون". وكذلك قوله تعالى: "إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا". وكذلك قوله تعالى: "وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى". هذه الآيات تبيّن الهداية والضلال فما هو المقصود بالهداية والضلال في هذه الآيات القرآنية وهل الله سبحانه وتعالى يلقي الضلال في قلوب الناس او ليس هو منزه عن ذلك فهذه الآيات بحاجة الى تفسير ولذلك الامام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف ثالث أحاديث هذا الباب يفسر هذه الآيات القرآنية وقبل أن ندخل لتوضيح كلام الإمام عليه الصلاة والسلام نبين مقدمة مختصرة وهي أنه كما مر مرارا الهداية قد تكون تكوينية وقد تكون تشريعية والضلال قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا. الهداية التكوينية بمعنى الايصال الى المطلوب خارجا. يعني الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الانسان بإرادته فهذا الانسان يهتدي خارجا. هذه هي الإرادة التكوينية. وإرادة الله التكوينية لا تتخلف عن مراده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لو الله سبحانه وتعالى كان يريد هداية جميع الناس تكوينا هل كان يمكن أن يوجد هناك كافر يعني الله أراد هدايته تكوينا وهو لم يهتد هذا محال لأن هذا عجز والله سبحانه وتعالى منج منزه عن العاجزة "ولو شاء ربك" هذه مشيئة تكوينية "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا" لو الله سبحانه وتعالى كان بالإرادة التكوينية يريد أن يكون كل الناس مؤمنين طبعا كل الناس كانوا يصيرون مؤمنين لاستحالة تخلف إرادته عن مراده لكن الله بحكمته ما اراد اراده تكوينيه هذه الهدايه وانما هناك اراده اخرى اراده الهدايه التشريعيه بمعنى تشريع القانون للجميع الله سبحانه وتعالى هل شرع القانون للجميع نعم هل هذا القانون تم تشريعه يعني تحققت اراده الله التشريعيه نعم يعني الصلاه واجبه ام ليست بواجبه الجواب نعم الصلاه واجبه لماذا الصلاه واجبه لان الله اراد وجوبها فحيث ان الله اراد وجوبها شرع هذا القانون لم تتخلف اراده الله التشريعيه عن مراده فالاراده لا تتخلف عن المراد ابدا اراده الله سبحانه وتعالى لكن لازم نشوف المراد شنو هو هل الله حينما انزل القران على الرسول وشرع الاحكام الشرعيه هل اراد جبر الناس لا هل اراد تشريع القانون نعم لذا الناس ليسوا مجبورين لان الله لم يرد جبرهم وانما اراد ارادتهم اما القانون جاري على الجميع نعم القانون جاري على الجميع لان الله سبحانه وتعالى شرع هذا القانون للجميع لذا يجب على الجميع الايمان بالله. الكافر واجب عليه ان يؤمن بالله نعم لذا حينما لم يؤمن بالله يستحق العقاب الدائم. الإنسان المؤمن واجب عليها الإيمان بالله نعم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يعني يستمر على هذا الإيمان الذي هو عليه بالنسبة إلى الاعتقاد بصفات الله اللازم الاعتقاد بها كالعادل والعلم والقدرة والحياة وأنه الخالق والرازق وما إلى ذلك هل يجب ان نعتقد بذلك؟ نعم، الجميع يجب ان يعتقد لان الله سبحانه وتعالى اراد تشريع هذا الوجوب وقد شرع هذا الوجوب، يجب على الجميع الاعتقاد بهذه الصفات. وكذلك بالنسبة إلى النبوة والاعتقاد بالأنبياء اجمالا، والاعتقاد بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله بالتفصيل ان محمد بن عبد الله هو النبي. الخاتم للانبياء وكذلك الاعتقاد بالامامه والاعتقاد بالمعاد وما يتعلق بمسائل اصول الدين بعض مسائل اصول الدين كالاعتقاد بالكتب والاعتقاد بالملائكه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الحكم وجوب هذه الاعتقادات على الجميع وحتى في فروع الدين الاصح ان الكفار ايضا مكلفون بالفروع كتكليفهم بالاصول كما قال سبحانه وتعالى في القران الكريم بالنسبه الى هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يعني عدم صلاه وعدم زكاه استحق عليه العقاب اذا مو واجب عليه على هذا الكافر كيف يستحق العقاب كنا نخوض مع الخائضين في مسائل اذا كان مسائل اصول الدين وتكذيبها وكنا نكذب بالدين بيوم الدين فبالنسبه الى الاعتقادات لتركهم هذا الواجب يعاقبون بالنسبة إلى فروع الدين أيضا يعاقبون في آية أخرى فويل للمشركين الذين لا لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ويل في جهنم فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فالزكاة عليه واجبة لا يؤتيها فلذلك يعاقب عليها هذا الويل بسبب عدم اعطاء الزكاه وبسبب تكذيبه بالنبوه والمعاد. فاذا اراده الله التشريعيه هي تشريع الحكم. لذا الحكم صدر وهو عام يعم الجميع. الجميع يجب ان يلتزموا به. لكن ارادته التكوينيه هل جبرهم على ذلك؟ كلا ارادته التكوينية تكوينية ان يكونوا مختارين اذا اتضح ذلك معنى هذه الايات التي يفسرها الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وكذلك تفسير الامام الصادق لهذه الايات معنى يتضح مثلا بالنسبه الى الايه الاولى في هذا الحديث الشريف وهي من سوره التوبه الايه 115 "وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون". زين، هذه الآية شأن نزولها كما ذكره بعض المفسرين، هو أن هناك ناس ماتوا من المسلمين، ماتوا قبل تشريع الفرائض، لأنه كما نعلم الفرائض شرعت بالتدريج. وكذلك المحرمات شرعت بالتدريج خلال فتره رساله الرسول محمد صلى الله عليه واله 23 سنه في البدايه كان تكليف الناس بالايمان باصول الدين التوحيد والنبوه وبعد ذلك تدريجيا بينت الاحكام الشرعيه وايضا بينت سائر بين سائر مسائل اصول الدين الى يوم الغدير حيث نزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. زين في السنه الاولى من بعثه الرسول او السنوات الاولى كثير من الواجبات لم تكن قد وصلت الى مرحله الفعليه الرسول صلى الله عليه واله لم تنزل عليه الايات بشكل نجوم ايات التكاليف الا بالتدريج زين هذا اللي ترك فرائض لانها لم تكن قد شرعت ومات قبل تشريعها زين الان شرعت هذا شنو تكليفه؟ شنو حكمه؟ هذا ما دافع الزكاه لان في زمان الزكاه ما كانت واجبه ما دافع الخمس لان في زمان الخمس ما كان واجب ما مصلي الى طرف الكعبه لان في زمان الصلاه الى طرف الكعبه لم تكن واجبه لعله قد شرب الخمر لان في زمان ما كان نازل حكم تحريم الخمر وهكذا شنو هذا حكمه الجواب هو رجل من اهل الجنه ليش لانه امتثل ما شرعه الله سبحانه وتعالى له. فاذا هذا مات قبل تشريعات اخرى فهذا لم يكن مقصرا لم يكن عاصيا لم يكن متمردا. هل الله يحكم بضلاله؟ كلا الله لا يحكم بضلاله. يعني افرض عمار بن ياسر وامه سميه وابوه ياسر رضوان الله تعالى عليهم. زين عمار بن ياسر الله سبحانه وتعالى انجح الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان استعمل التقيه مع المشركين فتركوه زين بعد ذلك هو في كل الزمان في في كل زمان كان الرسول في مكه ثم في المدينه كان موجود الاحكام تنزل وهو يعمل بها لكن ابوه وامه قتل قبل نزول كثير من الأحكام زين أبو وأمه هل يحكم بضلالهما؟ كلا يحكم بإيمانهما لأنهما امتثلا إلى لحظة الموت ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم ما كان مبين سائر الأحكام فما كان مطلوب منهما وما كان الله ليضل قوما يعني يصرفهم عن طريق الهدى ويحكم بضلالهم بأعمال عملوها قبل التحريم والنهي أو أعمال تركوها قبل الفرض والوجوب بعد إذ هداهم يعني هداهم إلى الإيمان لأنهم أسلموا حتى يبين لهم ما يتقون إذا واحد الله سبحانه وتعالى في أول الإسلام ما كان يريد منه كثير من الأحكام زين هو تارك تلك الأحكام لأنه مو واجبة لأنه مو محرمة فلا يحكم بضلاله، لكن إذا بُينت تلك الأحكام ونزلت على الرسول صلى الله عليه واله لازم يعمل. إذا لم يعمل كان عاصيا. إذا هي في مسائل أصول الدين ولم يعتقد بها قد يكون كافرا أو يكون ضالا. بعض الناس ارتدوا عندما نزلت بعض الأحكام. قبل أن ينزل الجهاد، ما حد يجاهد. لان الله سبحانه وتعالى لم يامر المسلمين ولم يجوز لهم الجهاد في مكه وحتى في اوائل وجودهم في المدينه المنوره الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم في مكه لا يوجد جهاد الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه هاي في فتره زين الرسول هاجر الى المدينه في الفتره الاولى في المدينه ايضا لم يكن هناك حكم للجهاد الى ان حان الوقت الذي اذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالجهاد فنزلت هذه الايه: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. زين هسه قبل ما ان يامر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالجهاد ما حد من المسلمين جاهد عصوا الله؟ لا ما عصوا الله، اذا واحد مات في هالفتره هل عصى الله؟ لا لانه ما كان واجب عليه. لكن حينما نزل حكم الجهاد اللي وجب عليه الجهاد اذا ما جاهد هنا يكون عاصي وقد يكون ضالا وقد يسبب مخالفة الارتداد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. عندما كتب الجهاد ذاك الوقت بدأوا بالتسويف هؤلاء البعض. قبل آية الجهاد هو ليس بعاصي، لكن بعد آية الجهاد وحينما بدأ بالتسويف ولم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد صار عاصي. وما كان الله ليضل قوما يعني يحكم بضلالهم بعد إذ هداهم يعني إلى الإيمان حتى يبين لهم ما يتقون يعني من أوامره ونواهيه كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا زين هذا معنى الآية الأولى الإمام الصادق ماذا يقول قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه يعني الـ هداية التشريعية يعني إصدار الحكم بحيث يعلم بذلك الحكم. زين هاي بالنسبة الآية الأولى. أما الآية الثانية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شنو معنى ألهمها فجورها؟ يعني الله يلهم الإنسان الشر الله منزه عن ذلك. أن يلهم الإنسان الشر إلهام الشر شغلة الشياطين إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم عزة الله سبحانه وتعالى لا يوحي ولا يلهم إلا الخير فشنو معنى فألهمها فجورها وتقواها ألهمها فجورها بمعنى أنه عرفها أن هذا فجور وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى التعريف يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وأعطاه الفطرة وعن طريق عقله وفطرته ألهمه الله سبحانه وتعالى أن الظلم قبيح مو أن الله ألهمه الظلم، لا، الله ألهمه أن الظلم قبيح، فهذا معنى ألهمها فجورها. ألهمها تقواها، يعني ألهمها مثلا أن العدل حسن، الإحسان جيد، ولذا أنت تشوف الإنسان بفطرته يعرف الخير من الشر عادة الأمور الفطرية يعني حتى الذي يظلم هو بذاته بفطرته يعلم ان عمله قبيح. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى الهمه قبح الظلم مثلا. فالامام ماذا قال؟ قال بين لها ما تاتي وما تترك. الهمها فجورها بين لها ان هذا الامر فجور. بين لها للنفس ان هذا الامر تقوى. الفجور هي هذه الماده فجره بمعنى كما يقول الراغب في مفرداته بمعنى التوسع في الشيء. الفجور يعني التوسع في الشر. الفجر يقال الفجر هو توسع في النور لان النور يبدا ثم يتوسع. الانفجار نقول انفجر الماء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بمعنى التوسع في الماء لان الماء محبوس في مكان فجأة يبدأ بالانتشار وحتى كلمة الانفجار التي تستعمل في التفجيرات ايضا من هذه المادة لانه النار والحرارة تنتشر بسرعة هذا بالنسبة إلى الآية الثانية فألهمها فجورها وتقوى، أما بالنسبة إلى الآية الثالثة إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه السبيل يعني ليست بمعنى الهداية التكوينية، وإلا إذا كان المعنى الهداية التكوينية لم يكن معنى اما شاكرا واما كفورا لان الانسان اذا اراد الله بالتكوين شيئا خلص مجبور على ذلك فقوله اما شاكرا واما كفورا هذا معناه وقرين على انه انا هديناه السبيل يعني ارينا له الطريق ارسلنا الرسل الرسل حجه الله الظاهره هناك حجه لله باطنه وهي العقل فالله سبحانه وتعالى عبر هاتين الحجتين يبين للناس الطريق، هذا هو الطريق، إذا آبائك، أجدادك، مجتمعك، عشيرتك، كذا، عمّوا عليك الطريق، أنت مو معذور، لأن الفطرة موجودة، لأن العقل موجود، ولأن الرسل موجودين. موجودون الرسل الله سبحانه وتعالى أرسلهم إذا واحد جاهل قاصر هذا من المستضعفين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لكن غير المستضعف الذي لا يقدر يعني غير الجاهل القاصر الجميع غير معذور لأن حجة الله سبحانه وتعالى بالغة ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى زين الله أرسل الرسل وصوت الرسل وصل للناس الحجة الباطنة موجودة الحجة الظاهرة أيضا موجودة فحجة الله كملت لكن هذا مو معنى جبر الإنسان لذا اما شاكرا واما كفورا اما يشكر حس هذا الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالعمل لانه الشكر عبر هذه الامور الثلاثه الشكر القلبي هو عرفان المنعم والاعتراف قلبا والاذعان قلبا بنعمته هذا الشكر القلبي الشكر اللساني ألفاظ الثناء مثل يقول شكرا لله والشكر العملي بمعنى الالتزام بالأوامر والاجتناب عن المحارم النواهي هذا الشكر العملي كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور زين هنا الآية لماذا قالت اما شاكرا واما كفورا شاكر اسم فاعل اما كفور صيغه مبالغه لماذا لم يقل اما شكورا واما كفورا او يقول اما شاكرا واما كافرا هنا الكفور والكافر بمعنى كفران النعمه هذه النعمه التي انعمها الله سبحانه وتعالى على الانسان الانسان يبتلى بكفرانها، كفران النعمه. لماذا قال شاكرا؟ كفورا؟ لان الشاكر قليل، اما الكفور كثير، كما ذكرنا هذه الايه تلوناها اما وقليل من عبادي الشكور. وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: ان الانسان لكفور. الانسان قليلا ما يشكر نعمه الله سبحانه وتعالى غالب الاحيان في كفران لتلك النعمه لماذا لجهله لعدم شعوره اكثرهم للحق كارهون اكثرهم لا يشعرون اكثرهم لا يفقهون وهكذا لذا قال اما شاكرا واما كفورا واما الايه الاخرى بالنسبة إلى هذه الايه الامام الصادق يقول قال عرفناه بينا له الحق اما اخذ واما تارك لم نجبره على الاخذ او لم نجبره على الترك خيرناه لكن بينا له الهدايه التشريعيه موجوده اما الهدايه التكوينيه بمعنى جبره على احد الامرين كلا وإنما الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تكوينية باختيار الإنسان. زين الآية الأخ... الآية الأخرى الإمام الصادق عليه الصلاة في هذه الآية، عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يقول: "وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى". وأما ثمود فهديناهم. ليس المراد الهداية التكوينية. ثمود كفروا. قوم صالح. كفروا وحتى أنهم عقروا الناقة والله سبحانه وتعالى عذبهم عذابا شديدا وأبادهم إلا من آمن حيث نجاهم فكيف يقول وأما ثمود فهديناهم يعني شنو يعني بينا لهم الطريق هداية تشريعية كانت موجودة الله سبحانه وتعالى أرسل لهم صالحا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وصالح بين لهم طلبوا منه معجزة الله سبحانه وتعالى أرسل تلك المعجزة هم اقترحوا المعجزة قالوا نريد أن تنشق أن ينشق الجبل وتخرج ويخرج من بطن هذا الجبل تخرج ناقة ومعها فصيل الله سبحانه وتعالى ارسل هذه المعجزه انشق الجبل خرج من بين الاحجار خرجت ناقه معها فصيل ثم امرهم صالح عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى اوحى اليه انه ماء القريه يوم انتم تشربون منه واليوم الاخر الناقه تشرب منه فاذا شربت الناقه تستفيدون من حليبها لشربكم. لكن عتوا عن امر ربهم وعقروا الناقه واستهزاوا بصالح يا صالح ائتنا بما تعدنا بعد الايام الثلاثه الله سبحانه وتعالى ابادهم بعذاب زين واما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم الطريق الهدايه التشريعيه نزلت على يد صالح على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام فاستحبوا العمى على الهدى الإمام ماذا يقول؟ عرفناهم لكن فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون، يعني علم أن صالح مرسل من ربه، أن صالحاً صادق في مقولته رأوا المعجزة زين؟ وبالكيفية اللي طلبوها لكن مع ذلك استحبوا العمى على الهدى، يعني أحبوا أن يبقوا على عماهم بدلا من الهدى، فإذا الهداية في القرآن الهداية قد تكون تشريعية وقد تكون تكوينية، الهداية التشريعية حاصلة، بمعنى تشريع الأحكام على الجميع في أصول الدين وفي فروع الدين بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. كما ان المؤمنين المسلمين مكلفون بالفروع ايضا واما الهدايه التكوينيه فالله لم يجبر احدا اذا سلك الطريق الصحيح الله يهدي هدايه تكوينيه لحسن اختياره واذا لم يسلك الطريق الذي اراه الله سبحانه وتعالى فالله يخذله يعني لا ينزل عليه الهدايه التكوينيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم جميعا الى ما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.